مساكم الله بالخير. اليوم حلقتنا مختلفة عن جميع الحلقات. انتوا تعودتوا نقصة القصار نطبخ وتالي نقول لكم النقصة بتروح بيت فلان بتروح بيت فلان. هذه النقصة منكم لكم، شيء راح تتعلمونه ينفعكم، كنتوا غافلين عنه مدة طويلة. وأنا بالصدفة تعرفت على الأخت أميمة عيسى عدل أم محمد، ودريت أن عندها كنز من المعلومات ما يقدر بثمن، وهو أكل النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا. فقلنا نسوي حلقة خاصة نشرح فيها أو نحاول نوضح لكم الصورة اللي كان يأكل فيها النبي عليه الصلاة والسلام عدل، من فطورة من أكلة من حتى التحلية اللي يحليها من الشرب اللي يشربها الأشياء اللي يحبها وكان يفضلها. وأعتقد هذا شيء يعني كلكم غافلين عنه. أنا أترك حق أختي أميمة، تفضلي وشرحي لهم شرح مبسط عن شنو اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل. أنا وش بتكلم عن أكل الصحي اللي احنا بدينا ننساه. نعم، أكو في هناك ثلاثة وسائل حتى نأكل فيها الحبوب. إما الحبة ننقعها. نعم، والأفضل نحن نقعها مع ليمون. أنا هذا شوف شرايح اللومي شيء غريب صراحة، أتوني أول مرة جديد حتى يسرع، لأن سبحان الله الله عز وجل لما خلق لنا الحبوب نعم خلق فيها أشياء لا تصلح للاستهلاك الآدمي. نعم، حتى هالأشياء تروح أنقعها وخليها مع الليمون على الأقل 24 ساعة، ليلة كاملة. ليلة كاملة، هذه الوسيلة الأولى. نعم، الوسيلة الثانية اللي هي البرعمة. الحين لو تشوف أكو في العروق الصغار. أيوة. نعم. هذه العروق الصغيرة. نعم. إحنا نسميها برعم. نعم، هذه. نعم، فهذا شعير مبرعم. مبرعم اللي هو أنت منقعته مدة بس من غير ليمون. على الأقل 5 أيام 6 أيام لين يطلع البرعم. يطلع عروقه، يمد عروقه. ليه مد عروقه؟ معناته اختفت الأشياء الموزينة. ها، ونقوم تالي نجففه. نجفف تالي أزرعه. وينزرع تالي زرعته. آه، فهو مفيد هني وهني له شغل وهني له شغل. وهذا أنا جايبه معاي شغلة مهمة. نعم، اسمها خميرة طبيعية. هل السوردو اللي ناكله برا الحين؟ نعم. لما نيتك لما بداية الحلقة كانت واصل تحت إن كان ثبت. نعم، إيه نعم. الآن زادت الاحتمار اللي عندي إياها. وطبيعية ما لها ما فيها أي خمائر، فقط طحين وماي. وطحين وماي. طبعا الناس تحط سكر، انا ما احط سكر. بتغذى على اللي فيها، على السكر اللي فيها. انت بتسرع حط لها شويه زبيب، حط لها شويه تمر ممكن. غير ذلك ما تحط. فاذا هي خميره طبيعيه. اذا هناك في ثلاثه وسائل حتى تصبح الحبوب طيبه. نعم، ومفيده. الاولى النقع بالماي والليمون. ثانيه او نطلع لهم العروق بننقعهم ثلاث اربع. الثالثه العجن بواسطه الخميره الطبيعيه. الخميره الطبيعيه. ممتاز ممتاز. الان رح ندخل حق المرحلة الأولى في أول طعام محمد صلى الله عليه وسلم رح نسويه. عليه الصلاة والسلام. اسمه التلبينة. التلبينة. ما هي التلبينة؟ إيه. شنو فوائدها؟ نعم. نشوفكم. بعد شوي. بعد شوي. يلا شنو نبتدي فيه الحين يبا؟ أول شيء ما هي التلبينة؟ شنو هي التلبينة؟ التلبينة هي الشعير المطحون. نعم. حطيت معاه حليب تمر. وحطيت معاه تمر زيادة صار حلو. يعطي حالات زيادة. نعم. أو أنا منقع هني. نعم. عظم وفايحته. أي اللي هو شوربة العظام. شوربة عظم. نعم. حطيتها مع شوربة العظم صار لك تلبينة مالحة. مالحة. أي نعم. إذا أنت بالخيار تبيها تلبينة حلوة أو مالحة. تلبينة مالحة. نعم. محمد صلى الله عليه وسلم كان يفعل الاثنين، وكانت هذه هي المشهورة. مشهورة التلبينة. التلبينة اللي الآن فيها حديث رواه البخاري. شو يقول البخاري؟ محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ عليه الصلاة والسلام. قال التلبينة مجمة للفؤاد مذهبة للحزن. عشان كذي انت الحين لما تحزن تقول وين انا؟ وين يعورني؟ نعم صادق فؤادي قلبي. نعم. تقول قلبي يعورني. نعم. ليش؟ لان الاوعية الدموية ضيقة. شو يسوي الشعير؟ يوسع الاوعية الدموية، وهذا ما اثبتته الدراسات. سبحان الان سبحان الله. فالحين بتعلمني شلون اسوي التلبينة وبكم تشوفونها مفيدة جدا للسحور. افتح نارك. هذا النار. حط الحليب. هذا الحليب. ايش كثر كمية الحليب؟ أو كمية بسيطة يعني؟ انت على راحتك. بدون مقادير على حسب العين. ايوه. حط حليبك. ايوه. خذ شوية تمر، هذا فقط تمر. نعم. احنا نحل انهار سينا. تمر مهروس. مهروس. وذوبه بحليبتك. نعم. شوف هذه. لما يذوب التمر مع الحليب بنضيف له. تقدر تضيف له ماء تمر اذا حسيته ثقيل. اي نعم. تبي تخففه؟ والله يحتاج شويه، عطنا شويه ماء تمر. إيه؟
هذا اللي ما يبي الحالات زايده لا يضيف التمر، واللي يبيها حالات طبيعيه يعني كلش بس على الماء بروحه من غير التمره. وراح نضيف لها شنو؟ شعير. شعير مطحون من الشعير هذا اللي فيه العروق. بس انا طبعا نقعته الشعير. نعم. وبعد ما نقعته طحنته. حلو. حتى شنو؟ استطيع ان انا استفيد من فائدته. حلو. وانت الحين قاعد تسوي عشان انا بالشعير يستوي على مهل. حلو، لان الشعير فيه ماده النشا ترى وراح يربط ويانا، كاننا قاعد نسوي محلبيه يعني. نسوي محلبيه بس. محلبيه طبيعيه. فوائد للشعير. نعم. سبحان الله الشعير لو تاخذ فوائده شيء عجيب. ما شاء الله. وصدق هاي كذابة التمرة فيه وطلعت ريحة حلوة، والله أنا ما أول مرة أفكر إن الشعير يحتاج ريحة حلوة. وطعم. الشعير يا جماعة اللي تروحون تشترون أنتوا العادة تقول نبي البارلي بالهذا، فهذا البارلي هذا نفس ال. الحين سوينا أول طبق. نعم. الحين كذي جاهز ها؟ جاهز. حلو هذي. اسمه التلبينة بفوائدها. والله خوش تلبينه صارت، لازم هذه لازم بذوقها انا بشوف شلون الطعم مالها. عدل؟ عدل. حط عليها شوية فستق حلبي. يا سلام يا سلام، هذه صارت أم علي بس أم علي مفيدة. عدل؟ عدل. إي. وبعد الدارسين فوقها. بعد عدل. والله ما كذبت يوم قلت أم علي. نرد لكم بعد شوية نسوي الطبق الثاني. جينا لكم مرة ثانية بنسوي لكم شلون نسوي خبزة الشعير. توكلنا على الله. انزين عندنا هذا الشعير مطحون من هذا الشعير ولا غيره؟ احنا اليوم طحنا من المنقوع. من المنقوع. ممكن من المبرعم ما عندنا مشكلة. نعم حلو. حط لك الحين أربع قلاصات. أربع قلاصات ولا أربع كفاش قصدك؟ قصدي أربع قلاصات. بسم الله. ما يخالف. واحدة اثنتين ثلاث أربع. تمام. وماي. نحط شوية ماي. نعم. ما نكثر. راح نزيده بعد شويه. عندكم ترى ويانا احمد قاعد يشتغل، هو اللي بيضبط الفرن، ما قصرت ام محمد جابته وياها عشان يخبز الخبز، تشوفونه ممتاز. الحين بنحط الخميره الطبيعيه. اي شوف ما شاء الله شلون اي قامت توشع شوف. وعلى حسب الكميه. نعم. يعني مثل القلاص الطحين ياخذ له كثر خميره قفشه او على حسب خميرتك، ماي سائله رطبه ثقيله، لكن انا هذه الخميره لاني انا مخففتها. نعم. راح اقدر احط فيها كمان ملعقه اخرى. حلو. والله تنخلط بسرعه يعني ما تحتاج ماي ام تحتاج طحين؟ شنو ايدك تقول؟ لا ابي طحين شوي. يلا. طبعا هذا شعير فقط. ايه طحين الشعير. ايوه. الخميرة الطبيعية هذه اخذت لها تقريبا ثلاثة ايام الى خمسة ايام. نعم. حتى تستوي. اي نعم. انت الان لما تعجن نخليها شوية رطبة، ما نخليها وايد. اي شوفوها. ايوه ما نخليها وايد ناشفة. ايه نعم. انا اشوفهم قبل يعينون ويشيلونها ويطقونها كذي. عدل ها. انه يطلع منها الهواء مرة واحدة. شفتوا العينة؟ العينة طبعا عندنا مرتاحة ايش كثر، خلينا اختي عشان تاخذها. هذه تقعد لك على الاقل 12 الى 15 ساعة. يعني نعينها من اليوم حق باكر حق الخبز، عدل؟ ونغطيها. نغطيها. في مكان دافي. مكان دافي لين ترتفع على راحتها. اللي ما عنده تندور في بيته شو يسوي؟ على التاوة. التاوة. على المقلة. يفرد. يفرد ويسوي الخبزة. ولا تفونها كلش رقيقة، خلوا فيها شوية رفق عشان تنتفش وتفتح. حلو. هذه جاهزة عينتنا احنا تبعديني. يلا يا احمد الحين دورك تورينا الخبزة. طلعت لنا خبزة. حط لنا واحدة هني. جيب لنا اياها. ما شاء الله لا اله الا الله. حطها بالغلط. شكرا. شوفي شوفي شلون. بس حارة. ها. عشان تبين انها شوفوا انتفشة. طبعا وريحتها شعير. شعير بس لا ريحتها ريحه خبز حار، كيذكرني لما نروح يخبزون الخبز البلدي، لما نطلع نروح بالصعيد او في مصر يطلع من الفرن شلون ريحه، لان هناك يطحنون حتى الذره. عدل؟ عدل عدل. عندنا نشقها الحين ولازم بذوقها عشان اوريكم انها فاتحه. ها نعم باينه عندكم ولازم نذوق. خبزة خبزة ما شاء الله عليك. شكرا.
طيبه ممتازه. ارد لكم بعد شوي خليني اكمل لقمتي. الان راح ندخل في موضوع جديد اللي هو الشراب محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام كان يدخل الى عائشه ويسالها شنو عندك؟ نعم. تقول عندي تمر. يقول لها انقعي لي اللي هو نقع التمر. واصنعي لي منه شرابا. نعم. اليوم اللي وراه شنو عندك؟ عندي زبيب. اي. انقعي لي واصنعي لي منه شرابا. عندنا هذا التمر منقوع وعندنا الزبيب موجود. وهذا خلط. احيانا ايضا محمد صلى الله عليه وسلم يجمع بين نقيع الزبيب ونقيع التمر ويشربه. نعم. لكن اكو مشكله. نعم. لازم ما تعدي عن 3 أيام. 3 أيام إذا زاد عن هذا يخرب ما ينشرب. يخرب ما ينشرب. نعم. وفي حديث صريح. نعم. عن محمد صلى الله عليه وسلم لا نزيد عن 3 أيام في. نعم. ذلك. فلا تقولون حطه بالثلاجة. هو لازم 3 أيام ينشرب باليوم الثالث إذا هذا ولا خلاص يرم. تمام. إذا هذا أكل، هذا شراب محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الآن رح ندخل في 3 أشياء أيضا كان يأكلها محمد صلى الله عليه وسلم. كلها من التمر والشعير، ماكو شيء ثاني. وبندخل الحين الزبدة أو السمنة. اللي كانت متوفرة من الغنم، نعم. بنستبدلها اليوم بزيت الزيتون البكر الصافي. حلو، ممتاز. عندنا أول شغلة اسمها المجيع. أي نعم. يلا افتح لنا نارك، الله لا يهينك. بسم الله. المجيع هو عبارة عن تمر. أي نعم. وماء. تمر وماء. إذا حطينا عليه شوية الشعير اللي هو هذا التمر والماء. نعم. إذا حطينا عليه شوية الشعير. اي. وحطينا عليه السمنة. اي. صار لي خبيص. ومن غيرهم مجيء. ومن غير من غير الزبدة. نعم. صار لي ربيكة وعاد كورناها إحنا على كيفنا. خوش. إذا هي 3 أصناف. زين خلينا نبتدي بوحدة بوحدة. نبدأ. حط شوية تمر مع شنو وياها؟ مع ماي. ماي. بس ماي. الماي كاهو يمك. هذا الماي. أيوه. حط الماي اول. تمام. وحط تمرتك وذوبها. تمرة. احنا على فكره الكويتيين ترى نقول احنا الخبيث. خبيث. نسوي خبيصه. اي خبيصه على طول. اي. وهذا الاشياء المستحبه. أيوة. مستحبه برمضان وحتى بالشتاء وحتى حق الذهاب لما حد يروح يطلع بيروح البار بيطلع القنص بيطلع بيروحون العمره يسوون خبيصه وياهم ويودونها. فهذا اصل احنا ما ندري انه هو اسم ماخذينه من السنه. سبحانه. وكل الاكل ترى لو تلاحظ اكل محمد صلى الله عليه وسلم شعير تمر ماي الاشياء اللي متوفره ذاك الزمان. اي نعم. زبيب وكلها اشياء مفيده فيها لا محسنات. نعم. لا مواد ملونه لا خميره صناعيه كلش لا مواد كيماويه كلها من الطبيعه ما شاء الله والحليب من الطبيعه. انت الحين ايش راح تسوي؟ اول شغله اللي اسمها المجيع. المجيع اللي هي هذه تمره وخففناها بالماء كذي صارت مجيع. مجيع سكرت عليها خلصت استوت سوينا اول شيء. نعم. نبي نزيدها نبي نحط عليها شويه تشعير. نعم. ثقلناها صارت الخبيصه ونحط عليها شويه من الزيت او السمنه حسب ما تفضلون. نعم انا جايبه معاي زيت زيتون نحط لنا ملعقه واحده. نعم. كافي. اي نعم. وإذا تبون محسنات هيل تحطون فيها دارسين يستوي ترى وياها. عاد هذه إيه؟ عاد أنتوا الرغبة. إي. كنا زدنا شوية الزيت. الزيت زيدي شوية طحين. ما يضر. الشعير كله شعير هذا كله شعير مطحون. إي نعم. طبعًا شو اللي يخليه لذيذ؟ شنو هو؟ نوعية الشعير الطيب. ها. نوعية الحليبة الطيبة. نوعية زيت الزيتون أو السمنة. نوعية التمرة، يعني أحيانا أنت عندي نعم تلاقي تلبينتي ألذ منك مثلا نعم لأن أنا شعيري أحسن، أنا حمصته مثلا، أنا نقعته، أنا طحنته نوعية شعيرك لا عادي عادي ايه؟ فبالتالي تلبينتك مختلفة مثل اللي يسمون الخبيصة، هذه خبيصة بهذه على 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 تمرة خلاص وهذه على برحي وهذه على قنطار فيطلع طعمها مختلف. أيوة طبعا الحين كذي مستوية عدل؟ هذه الحين احنا سوينا المجيع والخبيص، يبقى الربيكة شو الفرق بينهم؟ لا تحطون دهن يا جماعة عشان لا تفتل وكوروها وكوروها وتصير حطوا عليها اللي تبون سمسم ناريل يوز اللي هو يصير عندكم. والله هذه خوش شيء، يعني اعطتكم كم وصفة الحين من هالتمرة وهالشعير. كل العافية طالما انه اكل محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام روح تأتيه البركة حتى من اسمه. لا اله الا الله. فاحنا ان شاء الله ناخذ راحتنا، بس انا ما ذوقتك هذا ما يخاف تشرب. اي ترى ما صار عليه في النار. هذا هو هذا الزبيب. هذا شراب الزبيب. نقيع الزبيب. عاد انا ايش دراكم ان انا احب الخشاف اللي هو منقوع الفواكه وهذا بس طعم الكشمش او طعم الزبيب فجدا جدا لذيذ.
زين، وهذا بعطيك الاثنين، ذوق الاثنين. هذا اللي هو التمر مع الزبيب. مع الزبيب. وهذا طعمه حلو. شراب طيب. انا لاني يا جماعه احب التمره واحب الزبيب، فالطعم مع الاثنين مع بعض وحلو حالي. ترى اللي تفطرون فيه برمضان احسن من الباقي هالبرامج العصر. بس لازم ننتبه على شيء مهم. ثلاث ايام. ثلاث ايام ما نزيد عليها. انا اقول لكم شيء، ها يبتي المفيد. اول اللي ما تدر حليبها يوقف عنها الحليب تسقي ولدها مريس. هذا المريس اهل الكويت يسمونه مريس، ياخذون التمره ويمردونها مع الماي وينقطون حق الياهل بالخرجه حتى مو المرضعه ما يمديه. كان بو ايام ساعات البنية المراه ما تدر على طول حليبتها تحصر في صدرها. الحين هذه سوالف العيايز انا رابي تحتهم فلازم اعرف هالاشياء كلها. فانا الحين بشرب المريس. بكل العافيه. كل هذا الاكل مفيد جدا. مفيد نعم اكيد. للرضع والكبار والصغار. عجبتكم السالفه يضحكون. اي مريس قبل يسقون لي اهل مريس ما يعطونه حليب الغنم لانه ثقيل على معدته ولا يودونه يفترون فيه يدورون احد يضعه، يمزون له تمره وينقطون في حلجه ولا يحطون له شكر. الشكر كان يؤذي الطفل، واللي ما يحطونه ماي وشكر يعني هذه افوت. ورد لكم بعد شوي. ردينا لكم مره ثانيه. انا واختي محمد الله يسلمها قاعدين نقول برمضان الاكل ما يحلى الا بالشوربه. فالشوربه احنا سوينا مساء اللي هي الحلوه عدل؟ التلبينه الحلوه. حلوه. فبنسوي لكم التلبينه المالحه اللي تصلح في كل زمان ومكان، وطبعا حتى كسناك اذا بالليل ياتوا هذه الفتره اللي ما عقب الفطور، خفيفه ومفيده وتعطي تراوح حق العروق مثل ما قلتي. وتعطي قيمه غذائيه. وقيمه غذائيه قويه، فهي ما قصرت سالقت لنا اللحم في البهارات العاديه، بهارات البيت كل بيت. ولازم يصير فيه عظم. ولازم العظام هي الاساس، هي شوربه العظام. هي الفائده في العظم. فاحنا الان مسويه، انا مجهزه لكم اياها اللي هي عباره عن شوربه العظام. العظام فقط. نعم. وحطيت فيه البهارات اللي احنا نبيها. حلو. فابدا الله يهينك. ان شاء الله انزلها هني كلها كاملا مع العظام ولا من غير؟ مع العظام. مع العظام. بسم الله. ها بس اشيل التمر وخليها. شنو قلنا؟ شنو يعني تلبينه؟ احنا قلنا نراجع مرة ثانية. التلبينة هي الشعير المطحون. أي شعير مطحون؟ وفوائد إيه؟ كلها بالشعير سبحان الله. وأنتِ مسويته الشعير أول شيء منقعته ومطلع العروق مالته وتالي منشفته وطاحنته. الحين أنا بستخدم ثلاثة أنواع من الشعير في هذه الشوربة. أوش. أول شيء راح أحط الشعير المطحون. نعم. اللي هي التلبينة. عدل. بعدين راح أحط شوية شعير مبرعم. نعم. وهذا ياخذ شوية وقت زيادة. نعم. بس لأنها مبرعمة فما تاخذ مثل الشعير العادي. حلو. أنا بشيل الشعير العادي ياخذ بشيل عروق الزنجبيل بس عنه. الشعير العادي ياخذ وقت وايد في الطباخ، لكن هذا مبرعم فما ياخذ الوقت اللي ياخذ. لأن أساسا هو ماخذ ماي وشارب فكأنه مطبوخ نص طبخة. وراح أقص من الشعير المستنبت حتى أعطي قيم غذائية زيادة. خضروات. فيصير فيها الخضره. وبحط ايضا ماء الزبيب. انتم متاكلون بالمطعم الصيني سويت اند ساور، هذا الزبيب يعطيكم السويت وهذا السور او المالح اللي هو وياه موجود او الحامض. واحنا راح نشرب الشوربه وناكل معاها مع الخبز. فاليوم سفرتنا نبويه. عدل اللهم صل وسلم. الله صل الله صل عليه الصلاه والسلام. فاليوم بنشوف الاكل اللي كانوا يعني ايام النبي عليه الصلاه والسلام ياكلونه ويتلذذون فيه وكله فائده من ساسه لراسه. الحين ايش بنسوي؟ ننطره بس تغلي؟ انطر تغلي، علي لي نارك شويه. يلا. طب احنا على كيفنا بكميه اللحم. نعم. بس المهم ناخذ الفائده مالت الماي. حلو. اللي يبي اللحم يبقي، اللي ما يبي يشيله. يقدر يشيله، انا اقدر اخف بس عشان اقدر احرك. احسن. انا اقول له تشيله كله بعد عشان يبين معانا انه هو هذا. الحين عارفين ان هذه شوربه عظام، واللي يحب يمصمص العظام يخليهم عقب على راحته. نعم. بسم الله. ننطرها تغلي، لان الحين اول شيء ايش راح اسوي؟ بس نبي غليانها. ايوه. ننطرها شوية. بدأت ما شاء الله النار حامية يعني. تمام. أبدأ الحين ما بأزيد، أحط ملعقة واحدة من الشيء عشان أسويها في هذه ولا الأسكر ولا ممكن، بس إحنا ما نبيها تصير ثقيلة وايد. إذا ظلت معانا أنت عندك الماي نزيد عليه. نعم. فحطينا شنو؟ ملعقة شعير مطحون. نعم. الآن راح أحط ملعقة من الشعير المبرعم حتى الفائدة توصل لي. نعم. راح أقص شوية من الشعير المستنبت. مستنبت الأخضر. الأخضر. وأخلي الفائدة أيضاً مضاعفة. نعم.
فالحين فيه الخضروات وفيه البروتين وفيه الفائدة كلها مالت الحبوب صارت موجودة عندي. مالت الشعير اللي عندي اياه. نعم. كلها جت بهذه الطريقة. راح تثخن، الثخن على حسب ما تبون، والله طلعتي حتى حلوة ترى. لأنه أنت بالفوق حاطة الزنجبيل وحاطة البهارات والفلفل الأسود. شوربة شوربة لذيذة. طيب، احنا نقدر الآن نضيف هذه الإضافات لزيادة، نبي كل واحد وابتكاره. نعم. نبي نحط الزبيب. نعم. غلا خلاص، عشان نبي نسكر. ناخذ الزبيب اللي يحب، هذا مو شرط. حلو. بس انا احب اخذ الفائده مالت الماي. نعم، عشان يعطيها الطعم الحلاته الخفيفه. تعطي الطعم. نعم. عاد ليه سكيت النار؟ تبي تحط زيت زيتون تبي؟ على راحتك، او حط زيت الزيتون مثل محمد صلى الله عليه وسلم يضع زيت الزيتون يضع الخل يغمس. نعم. وهذا عندك هالشوربه تسحب فيها تتفطر فيها في رمضان. ممتازه. قيمه غذائيه متكامله. اتخنها شويه. تحتاج؟ اي نعم شوي. اذا بتخنها معناته تحط شعير زياده. شعير زياده، ايوه. حلو. وتقدر تحط شعير مبرعم زيادة، لأن هذا أيضا فيه القيمة الغذائية. الحين لما نروح أي مطعم يقول لك أكو عندي كلير سوب، فتشرب شوربة بس ماي خالي اللي هو مثل كونسيومي وفي قطع خضرة، وساعات يقول لك أبي لا الثيك سوب. فهذه الحين إحنا عطتنا كل شيء فيها، هي كلير وهي فيها ثيك وفيها كرانشنس وفيها القرطة هذه مالت الشعير اللي حطينا. وأهم هذا كله أن فيها تلبينة. نعم. فيها سنة محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وفيها فائدة الشعير، وفيها فائدة الشعير المبرعم. نعم. وفيها فائدة الشعير المستنبت. ماشي. يا جماعة لا تشترون أكل من برا كله محسنات وملونات وشغلات صناعية. ردوا على قولتهم، ردوا للطبيعة مرة ثانية اللي فيها كل الفائدة. وسهل هذا. نعم. العظام سهل تنفاح وتنحط بالثلاجة. إي مو الحين. متى ما حبينا أنا طلعنا. أنا والله أتحسف لما أشوف أكون واقف عند اللحام أو القصاب وتوقف واحدة من الحين تقول له شيل لي كل الشحم، امنا بالله شلنا كل الشحم، شيل لي كل العظام، خلي بس ابي قطع حبر، طيب العظم كله فايده. الشحم يمكن انتم ما تستفيدون، قبل كنا نذوبه ونطبخ فيه، الحين الشحم والعظم وتبون بس حبره خاليه، زين ما فيها طعم. تدري هالشحم اللي تقول عنه؟ نعم. هو افود انواع السمنه. سبحانه يا رب العالمين، ساجد. الحين واحد ياكل لازم شنو؟ هذه زيوت المهدرجه المفروض واحد ما يدخلها في بيته. صادق. تدخل شنو؟ يرد حق الطبيعه مره ثانيه. الطبيعه نرجعها. نعم. مره ثانيه. نعم. زيت الزيتون والزبده. الزبده والسمن. نعم. الحيواني اللي احنا بعد. نعم. شوف ايش حلوه صارت، شوف مسك عليها الحين. المشاهدين ما يشمون الريحه. لا ريحتها خنينه صارت. بس حق نفسها. صارت شوف. ها. يعني عجيبه. رمضان فرصه عزيزي المشاهد حتى نخلص جسمنا من السموم. الله عز وجل عطانا نعم عبادات، في عبادات لله. يومية. اي نعم. مثل الصلاة، في عبادات أسبوعية مثل صلاة الجمعة. نعم. وفي عبادات سنوية اللي هي الصيام. صيام. الصيام فرصة ليتخلص الجسم من السموم، وهذه نعمة. ينقي الروح والجسد يعني. وينقي الروح. نعم. ويرتفع في عليين عندنا. نعم. هذه الروح. اي فرصة حتى أن أنا أخلص جسمي من هذه السموم بالصيام وبالأكل الصحي. يا جماعة ترى سهل، ما أخذ معنا وقت أبدا، كل شيء بس بسيط وجدا ولذيذ. المشكلة أنه مو شيء مو حلو، لا لذيذ يشهي للأكل. عملنا ثلاث أنواع من الأشربة. نعم. عملنا ثلاث أشياء من التمر. تمر. عملنا تلبينة حلو وتلبينة مالح. نعم. وعملنا خبز للشعير. وأنا أقول رمضان فرصة. نعم. نستفيد منه إيمانياً ونستفيد منه صحياً ونتخلص من السموم. ما قصرت، ما قصرت يا محمد. أنا يعجز لساني عن الكلام اللي أقوله لكم، لأن صدق سوت لنا شيء إحنا كنا غافلين عنه، لكن نقول الله يجمعنا وياكم على خير السنة، وكل سنة وكل سنة نفسة القصار تشوفوا فيها شيء ما صار. نشوفكم على خير.